أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب الصف التاسع الأساسي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في ندوتنا لهذا اليوم، وهي مخصصة لمادة فيزياء، وهي يعني ستكون عمليا يعني إكمال لما أخذناه في الندوة السابقة في وحدة المغناطيسية والكهرباء. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأساتذة نزار شاش المرجي اختصاصي في تربية طرطوس، أهلا وسهلا. زياد رحمون المدرس في تربية طرطوس، أهلا وسهلا. أبناء الطلاب، كنا قد تناولنا في الندوة السابقة الحقل المغناطيسي المتولد عن التيارات الكهربائية، ودرسنا الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار مستقيم وعن تيار ملف دائري وعن تيار حلزوني، وأخذنا العلاقات الرياضية التي يمكننا من خلالها حساب شدة الحقل المغناطيسي المتولد في أي نقطة عن السلك وفي مركز الملف الدائري وفي مركز الوشع. سنتابع اليوم ما بدأناه، وسيكون درسنا لهذا اليوم هو فعل الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي. كما تعلمون، التيار الكهربائي عندما يمر فإنه يخلق حوله مجالا مغناطيسيا أو حقلا مغناطيسيا، وهذا من الأثر من آثار التيار. هناك الأثر المغناطيسي للتيار الكهربائي. طب السؤال المفروض أن نسأل به أو نفتتح به ندوتنا لهذا اليوم، هل يمكن للحقل المغناطيسي أن يؤثر في التيار الكهربائي؟ هذا ما سنعرفه من خلال الندوة هذا اليوم، وهي مخصصة لوحدة المغناطيسية والكهرباء، الدرس الثاني، فعل الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي. وإن كان لدينا وقت سنكمل في التحريض الكهربائي، وإن شاء الله بذلك نكون قد أنهينا الوحدة الأولى. أستاذ نزار، بداية يعني أنتم كعمل ميداني تقومون بزيارات المدارس والاطلاع على زملاء المدرسين في الميدان كيف يتعاطون، ما هي أهم الأسئلة والتساؤلات التي تريدكم بخصوص هذا الدرس؟ حقيقة هي أهم التساؤلات أو الطروحات اللي بيطرحها زملاء المدرسين أن طريقة إيصال هذه الدرس تعتمد بشكل أساسي على الأنشطة، على تنفيذ التجارب من تشاركية ما بين المدرس وما بين الطلاب. نعم. وعندما يتم إعطاء الدرس من خلال تقديم أنشطة مناسبة لكل فقرة، الطالب من سيكتشف المعلومة؟ نعم. الطالب سوف يكتشف الطالب المعلومة بشكل مجهود يعني ويدوم أثرها. نعم. بدون أي عناء. نعم. وطبعا هذه الوحدة كغيرها طبعا هي وحدة جديدة على لطلاب الصف التاسع الأساسي، ومن هنا كان سؤالي. نعم. يعني وهذه الوحدة كغيرها من الوحدات الأخرى تم بناء محتواها بشكل بحيث تعتمد على الأنشطة. نعم. لذلك نؤكد على الزملاء الذين لا يقصرون حقيقة على إشراك الطلاب في تنفيذ التجارب بغية تبسيط وصول المعلومة إلى أذهانهم. ومن هنا يأتي سؤال أخي زياد، يعني أنت كمدرس في الصف، ما الشيء الذي يمكن أن تحفز به طلابك لينهلوا من المعرفة؟ مثل ما حكى الأستاذ نزار، مع أنه الدرس جديد على الطلاب بالمحتوى والمضمون تبعه، فبالتالي أبسط شيء أنه أنا أخذهم بزيارة ميدانية، بما أنه نحن بمحافظة طرطوس فبيجينا ممكن ناخد على المرفأ. نعم. وبيكون بهالرحلة الميدانية فيهم يشوفوا آلية عمل. يعني أنت بدأت درسك بهذا الرحلة العلمية. رحلة علمية. بيتفرجوا هالطلاب على آلية عمل الروافع. نعم. وبيتفاجئوا انه هالحاوية الكبيرة بهذا الحجم الكبير والكتلة الكبيرة. نعم. وهي ذات ثقل كبير، بانه الرافعة يمكن ان تحركها بكامل السهولة دون ان تستخدم كلبشات او مخاطيف او اي شيء، مجرد أن توضع الرافعة سطحها على هذه الحاوية ممكن أن تنقلها من مكان إلى آخر بكل سهولة. نعم. يتفاجأ الطلاب أنه هو عبارة عن أثر للتيار الكهربائي اللي هو عبارة عن الأثر المغناطيسي. من هنا كان مدخل الدرس بأن يكون ما هي الآثار التي يمكن أن يشاهدها للأفعال
اللي يلحق للمغناطيسية. ما هي الأسئلة التي توجه بها الطلاب إليك من خلال يعني طبعا نحن في ذلك هو كاستبيان لنتمكن من رصد نقاط القوة ونقاط الخلل إن كانت موجودة لكي نعمل على التفادي. ما هي التساؤلات كيف لهذه الرافعة أن تكون أن تنقل هذه الحاوية من مكان إلى آخر؟ يعني عندما يوضع هذا السطح على سطح الحاوية ثم ننقله مثلا، ما هي الآلية التي تمت فيها عملية الجذب ثم أنه انتقلت في الهواء ثم انتقلت إلى مكان آخر وأفلتت بكل أريحية، انتقلت من مكان إلى آخر إن كان بعملية الجذب وإن كان بعملية، ما هي القوى التي أثرت بهذه الحاوية؟ نحن بكل بساطة بعد ما نأخذ هالتساؤلات مثل ما تفضلت حضرتك ممكن ننقلها نحن لتجارب عملية تكون بالصف بأبسط الأدوات مثلا مسمار معدني نلف على الحديد ونلف عليه لفافة من الشريط من النحاس ونصله ببطارية ممكن أن تكون 1.5 فولت فقط، ونأخذ مجموعة من الدبابيس ونقربها منه فنلاحظ أنه عند إيصال الدارة تنجذب هذه الدبابيس، وعند فتح الدارة تبتعد هذه الدبابيس، وبالتالي هيك بكون نقلنا نحن هالتطبيق اللي شافوه قدامهم بالحياة إلى الواقع بين أيديهم. هن نشتغلوه بإيديهم يعني كما تفضل زياد. أخي نزار، الطالب عندما يرى ويدرس ليتحقق أو ليصل إلى المعرفة التي حول ما رأى، يعني أليس هذا أثبت وأجدى يعني التعلم ممكن أن يتلقى المتعلم؟ يصبح تثبيت المفهوم الفيزيائي بشكل أدق ويصل بشكل سليم إلى ذهن الطالب. أيضا ربطه بالواقع، يعني الكتاب كان حريصا جدا على أن يصل على أن يربط المعارف التي يحتويها مع تطبيقات من الواقع. فعندما في رحلة علمية كالتي قام بها زياد يعني سيكون لها أثر كبير جدا في تحفيز الطلاب في مدى استعدادهم لتقبل المعلومة والملاحظة. أكيد يعني ينمي كثير من الأشياء في أذهان الطلاب. نعم. يعني هناك فكرة يقوم عليها المنهاج المطور وهي الربط بالواقع، وهي معرفة التطبيقات الحياتية لما يدرسه الطالب كي يعني يصبح ما يتعلمه الطالب ذو أهمية عند الطالب. صحيح. كيف يبدأ الدرس؟ ما هي الأفكار الرئيسية التي يقدمها الدرس فعل الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي؟ طبعاً أستاذ بشار، لإظهار تأثير الحقل الكهربائي على تأثير الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي لابد من تنفيذ مجموعة من التجارب، وأفضل تجربة يمكن أن تؤمن إيصال هذه المعلومة هي تجربة السكتين الكهربائية. أستاذ زياد، هذه التجربة البسيطة التي بإمكان أي طالب في المنزل وبمواد بسيطة جدا أن يقوم بتصنيعها، مما تتألف؟ عندي مغناطيس، هو عبارة عن مغناطيس نضوي. هذا المغناطيس النضوي نضع بالقرب منه سكتين من المعدن، يعني يكون هذا المعدن هو معدن النحاس، ونلقي عليها ونسند عليها هذه الساق النحاسية. نلاحظ هنا أنه لدينا مولد للتيار الكهربائي المستمر، ولدينا أيضا مقياس أمبير وأسلاك للتوصيل بالإضافة إلى وجود القاطعة. نلاحظ أن المغناطيس أخي زيادة هنا يعني عندما يرى الطالب أو نعم المولد يعني هناك أفكار بسيطة جدا أبناء الطلاب، يعني المولد والطريقة طبعا يعني قد تكون يعني أكبر من 1.5 فولت لكي تتمكن من بس هنا بالمخابر أستاذ بشار موجود المولد. أكيد أعطيني المولد يعني الولد بتجميع في منزله. نعم. الآن ننتقل إلى أن نقول أن هناك عرض للمغناطيس، هو هذا العرض المغناطيس الذي يتشكل ضمنه حقل مغناطيسي. هذا الحقل المغناطيسي هو عبارة عن حقل مغناطيسي منتظم. الآن سوف نعمل على توصيل الدارة الكهربائية بالمولد ثم إغلاق القاطعة وملاحظة ماذا يحدث. الآن
4 إذن هون القطب الموجب والقطب السالب بالإضافة إلى مقياس الأمبير. مع التيار الكهربائي أصبحت الدارة الآن مغلقة. أغلقنا الدارة فنلاحظ حركة هذه الساق. تدحرجت الساق باتجاه معين. بالتالي سوف نعمل على الآن على تغيير جهة التيار الكهربائي لنلاحظ هل سوف تتغير جهة حركة الساق، ويمكن أيضا أن نعكس جهة الحقل المغناطيسي، يمكن أن نجعل فنلاحظ ما سيحدث أيضا. الآن يعني لو سألت الطلاب تلقائيا سيقولون لك أن جهة الدحرجة ستتغير يعني تلقائيا. نعم الآن عكسنا الحقل المغناطيسي. نعم أقطاب الحقل المغناطيسي فنلاحظ بأن الساق تدحرجت نحو الداخل بجهة معاكسة لجهة التدحرجة بالمرحلة الأولى. الآن سوف نعمل على عكس جهة التيار. مباشرة نلاحظ أن الساق عادت وتدحرجت بجهة معاكسة لجهة حركتها بالمرحلة الأولى. إذن هنا نستطيع من خلال ذلك أن نسأل ما هي القوة التي سببت تدحرج هذه الساق؟ وهذا ما سيجيب عنه نزار أكيد يعني. ولسه قبل ما جاوب السؤال الأستاذ زياد كمان نور نقطة أنا برجع بأكد عليها، أنه السكتين ذكر الأستاذ زياد أنها يمكن أن تكون مصنوعة من النحاس. طبعا أو الألمنيوم. هل يمكن أن تصنع هاتين السكتين من الحديد؟ بالطبع نواقل. إذا بالطبع لا للسبب يعني لأنه ما يقصده نزار أن يعني سيكون لهذه السكتين أثر مغناطيسي وبالتالي يعيق حركة الساق. إذا يجب أن ننتبه على أن هاتين السكتين يجب أن تكون مصنوعتان من مادة غير مغناطيسية. نعم مصنوعة مادة غير مغناطيسية تأمين سلاسة حركة الساق. وبالطبع الحقل المغناطيسي المنتظم الكثير من التساؤلات. يعني هل سؤال يعني هل هذا أو هذه الإضافة التي أضفتها مشكورا هل وردتك من أحد الطلاب؟ نعم. لا بل أكثر من ذلك، أنه هل من الضرورة أن يكون الحقل المغناطيسي منتظم حتى تتدحرج الساق؟ أكيد لا. أكيد بالطبع ليس من الضروري أن يكون الحقل، لكن شرط من الوزن. نعم أن يكون الحقل منتظم هو يجعل الساق تتحرك بسرعة ثابتة. نعم. ضمن حقل لأنها تخضع لقوة ثابتة. أما عندما يصبح الحقل غير منتظم ستكون حركة الساق مختلفة. يعني أنا عندما تقولون لي ذلك صدقا يعني أشعر بسعادة أن يعني طلابنا يعني يسألون أسئلة كهذه، و يعني سوريا لديها فعلا مخزون بشري. يعني بنفس الكلام السؤال أنه المغناطيس الكهربائي ليش ما اكتسب مغناطة دائمة؟ ليش هو أثناء فصل التيار يتمغنط وأثناء فصل التيار يتزول المغناطيس؟ هنا أرغب تماما بنقل هذه الأفكار التي ترد يعني أن نعممها. هناك كثير من الطلاب يمتلكون التساؤلات ولكن أحيانا يعني يشعرون بالخجل، أحيانا يشعرون بعدم تجاوب، يعني طبعا رأيهم الشخصي يعني يشعرون بعدم تجاوب المدرس أحيانا معهم، بالتالي يحجمون عن طرح أسئلة كهذه. وحقيقة ما يفيد هنا هو طرح أو مساعدة الطلاب طرح أسئلة كهذه الأسئلة. نعم طبعا. الآن ما القوة المغناطيسية؟ نعم. طبعا الحقل المغناطيسي عندما يمر تيار في الساق الناقلة يقوم مع وجود الحقل المغناطيسي يؤثر هذا الحقل بهذه الساق. طبعا هو في التيار والتيار موجود والإلكترونات الحرة الموجودة داخل الساق أو على سطح الساق، فتتأثر هذه الإلكترونات بالحقل المغناطيسي مسببا انتقالها وبالتالي تدحرج الساق. طبعا الكتاب قام ب يعني وضع كونها قوة، وطالبنا يعلم تماما أن لكل قوة عناصر أربعة، فقد وضع عناصر القوة وشرح عناصر هذه القوة الكهرطيسية. طبعا هنا سميت قوة كهرطيسية للفعل المتبادل بين الحقل المغناطيسي والحقل وتيار كهربائي.
فيعني ما هي نقاط او عناصر هذه القوة استاذ زياد؟ بالبداية أنا حكيت أو حددت أنه أنا عندي عرض للمغناطيس، ولهذا العرض أهمية بالتجربة. نحن لدينا الساق يمكن أن ليست كل طول الساق أن يقع ضمن الحقل المغناطيسي، لذلك نحن بدنا الجزء من الدائرة الكهربائية الذي يخضع للحقل المغناطيسي. فبالتالي إذا بدنا نتحدث عن عناصر القوة الكهربائية، فيجب أن تكون هذه القوة نقطة تأثيرها هي تقع في منتصف الساق المتدحرجة، وعناصرها الأخرى من حامل وجهة وشدة تتحدد بالشكل الآتي. إذن لدينا الحامل هو عمودي على المستوي المحدد بشعاعين. الشعاع الأول هو بيكون عبارة عن الشعاع الذي يمثل استقامة الساق مع جهة التيار المار فيها، والجهة الثانية هي جهة شعاع الحقل المغناطيسي، وهنا لدينا الحقل المغناطيسي منتظم ويتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، فتكون جهة أو حامل القوة عمودي على المستوي المحدد بهذين الشعاعين، أي يكون لدينا هنا ثلاثي الشكل طبعا. ومثل ما ذكر الأستاذ نزار، هون الحقل نحن أخذينه حقل منتظم وعمودي على الناقل. الآن هذا كانت الحامل، أما الجهة فهون الجهة تحدد بقاعدة هي تدعى قاعدة اليد اليمنى، وقاعدة اليد اليمنى ممكن أن تستخدم قاعدتين، إما أن نستخدم راحة الكف أو نستخدم قاعدة الأصابع الثلاث. الواردة في الكتاب، الواردة في الكتاب أو التي سوف تمر معهم هي قاعدة اليد اليمنى. عندما يدخل التيار من الساعد ويخرج من رؤوس الأصابع، وتكون راحة الكف موجهة بحيث يخرج شعاع الحقل المغناطيسي منها، فتكون جهة إبهام اليد هي المنبسطة على المستوي أو المنبسطة على مستوي الكف، هي جهة القوة الكهربائية. أما شدة القوة الكهربائية فهون نحن أخذنا بالتجربة عاملين نحن شفناهم، إنه وقت اللي غيرنا جهة شعاع الحقل المغناطيسي تغيرت جهة الانحراف ودحرجة الساق، نعم، وأيضا وقت اللي غيرنا جهة التيار الكهربائي، فهناك عاملين بتتأثر فيهم جهة وشدة القوة الكهربائية، هن شدة التيار وشدة الحقل المغناطيسي. بيصفى عنا طبعا تتكلم عن جهة القوة، نعم لا هلا عم بحكي عن الشدة، بس أنا بتجربة شدة القوة. لا طبعا هناك عوامل أيضا إضافية لأنه الكتاب لي يعني هنا أساسي، يعني هنا اسمح لي أن أقاطع قليلا هنا. يعني لو تساءل الطلبة أو طالب صف التاسع الأساسي، يعني لو قليلا فكر بالموضوع لوجد أن هذه الساق تدحرجت. طيب هذه هي الملاحظة. نعم. طيب الآن هذه الملاحظة يفترض أن تثير تساؤلات لدي، وصدقوني هي تثير تساؤلات لدى معظم طلبتنا الأعزاء. التساؤل الذي يمكن أن كيف تحركت هذه الساق؟ تلقائيا يريدك الجواب من الطالب أنها بتأثير قوة. إذن أصبح لدي في مخزونه العلمي أن القوة حركت. هو يعلم مسبقا أن القوة، تعريف القوة، اسأله عن تعريف القوة. نعم. يقول لك أن القوة هي كل ما يؤثر في شكل الجسم أو حركته. نعم. يعني متحرك إلى سكون ومن سكون إلى حركة. هنا يعني هنا ترابط المعلومات، هنا ترابط الأفكار، هنا المعرفة التي يدوم أثرها أو ما يسمى بالتعلم المجدي في ذهنية الطالب. نعم. إذن صار عندنا عاملين اللي هي شدة التيار وشدة الحقل المغناطيسي. صفينا على طول الجزء المتحرك أو الخاضع للحقل المغناطيسي اللي هو عبارة عن L. أيضا إذا صار عندنا الآن ثلاثة اللي هي I اللي هي شدة التيار، وL هي طول الجزء من الناقل الخاضع للحقل المغناطيسي وشدة الحقل المغناطيسي. هلأ نحن لأنه أخدينا عمودية شعاع الحقل مع شدة التيار، فهون في عندي الزاوية التي يميل بها شعاع الحقل على جهة التيار أو على الحامل الساق يعني، فبالتالي ما رح تدخل عنا بالعلاقة. السبب أنه رح يكون إلى زاوية حتكون
هي تتعلق بساين هذه الزاوية وبالتالي هو هي بي على 2 فتكون تساوي إلى الواحد، لذلك اكتفينا بأنه هي تتوقف في يعني هو العوامل. هنا هنا العامل الذي يفرض نفسه هو تكاملي بين الرياضيات والفيزياء. نعم. يعني هو يحتاج ساين، أليس كذلك أخي نزار؟ نعم. وجود ساين تيتا، يعني الساين هو نسبة مثلثية ستمر مع الطالب صف التاسع، لكن في كتاب الرياضيات بعد يعني طبعا تلاقي مع مجموعة من المعارف الرياضية. أستاذ بشار، نعم. يمكن إيصال هذه الفكرة بطريقة أخرى، ما الذي أن أطرح مشكلة للطالب، ما الذي يحدث عندما نميل المغناطيس بحيث نعم. تصبح هذه الخطوط لا توازي، عفوا لا تعامل مستوى السكتين. مستوى السكتين طبعا نقوم بإجراء التجربة ويشاهد بالعين أن شدة القوة قد نقصت، هذا يعني يدل على طبعا هذا الشيء من خلال طبعا من خلال التجربة. من خلال يعني هو يرى. نعم. لكن كيف سيستدل على أن شدة القوة تناقصت؟ من خلال الملاحظة أن سرعة الساق قد سرعة دحرجة الساق سرعة دحرجة. نعم. نعم. نعم هذا طبعا نستطيع أن نثبت المعلومة لديه بأن شدة هذه القوة تكون عظمى عندما تكون خطوط الحقل عمودية على مستوى السكتين. نعم. أيضا تماما. نستطيع أن نضيف مغناطيس آخر فنرى نجعله يشاهد ما يحدث لسرعة تدحرج الساق، سيرى أن هذه الساق سوف تتدحرج بسرعة أكبر، دلالة على أن شدة الحقل المغناطيسي أن تأثير شدة الحقل المغناطيسي وتأثير أو هو يعمل على زيادة سرعة تدحرج. نعم. كذلك الأمر بالنسبة لشدة التيار نفس العملية. نعم. عندما نزيد شدة التيار فتزيد من شدة تدحرج من سرعة تدحرج الساق فتكون عندنا العوامل. إذن تأكيد لحق زميلنا الأستاذ زياد، الجهة تتعلق بعاملين هما جهة التيار وجهة الحقل. الشدة أيضا تتعلق بثلاثة عوامل، هي شدة الحقل، شدة التيار، وطول الجزء من الناقل. ثلاث عوامل من وجهة نظر الطالب صف التاسع. تماما. لأننا ثبتنا أربع عوامل. هنا ثلاثة. نعم. يعني نعم. كما تفضلت ثلاث عوامل، لكن هنا نحن ثبتنا الزاوية على أن تكون قائمة وساينة واحد، وبالتالي يعني تصبح ثلاثة عوامل. نعم. نعم. يعني تفضلتم بذكر عناصر القوة الكهرطيسية. طب الآن يعني اللي ندخل إلى مجال تطبيق لهذا الكلام أخي نزار، يعني لو نختار التمرين من تمارين الدرس. نعم. تطبيقا لما تفضلتم به. طبعا موجود تطبيق محلول. نعم. ومناسب جدا. نعم. ل يعني هنا حبذا لو يعني نعمل بذهنية الطالب. صحيح. كيف يمكن له أن يقرأ، يعني أنتم الأقرب. نعم. لذهنية الطالب. نص المسألة في تجربة السكتين يبلغ طول الساق المتدحرجة 0.05 موجودة لديك؟ يعني أنا أستطيع. لا ما في داعي. إذا تفضل أخي. إذا في تجربة السكتين يبلغ طول الساق المتدحرجة 0.05 متر. نعم. يمر فيها تيار كهربائي شدته 10 أمبير. نعم. ونخضع كامل الساق لحقل مغناطيسي منتظم شاقولي على السكتين الأفقيتين شدته 0.1 تسلا. المطلوب حساب شدة هذه القوة. إذن أستاذ بشار المعلومات طول يعني هذا ما يعنيني تماما أخي نزار، مشكور. يعني أنا كطالب صف تاسع عندما أقرأ نص المسألة للمرة الأولى. نعم. أعود لأقرأه مرة ثانية ومن صفر. خلال قراءتي المرة الثانية أضع أثبت المعطيات و نعم. إذن طول المجاهيل وأبحث عن العلاقة. نعم. بينهما. نعم. شدة التيار الكهربائي طبعاً. وأنا سأضيف كلمة المتواصل هي 10 أمبير. لو بتحط الرموز أستاذ بس مش عامل. نعم. شدة التيار يعني أنا كنت ميال لما كان يقوم به الأستاذ نزار، يعني لسبب بسيط جدا. أنا هذه المعطيات. نعم. يراها الطالب يقرأها
يضعها كما هي في نص المسألة. نعم. أكيد أنا متأكد أنه عندما سيضع العلاقة سيقوم بتوزيع رموز العلاقة على هذه المعطيات. نعم ما في مشكلة. شدة الحقل المغناطيسي بدنا نزعله للأستاذ زياد ب تساوي 0.1 تسلا. تسلا. المطلوب حساب شدة القوة الكهرطيسية F. طبعا بداية كطالب يجب أن يكون هو من خلال دراسته أن يعرف القانون الذي يحسب من الذي تحسب من خلاله شدة هذه القوة. نعم. نكتب شدة قانون شدة على العلاقة المعبرة عن شدة أو التي تحسب من خلالها الشدة F تساوي I L B بساين تتا، مثل ما ذكر الأستاذ زياد الزاوية تتا. لكن هنا يعني كطالب صف تاسع نحن ثبتنا ساين تتا على أساس أنها واحد، فلا لا داعي لذكرها في النص القانون. نعم. هذه تساوي الواحد، إذن F تساوي I في L B B. أيضا الرياضيات نحن معظم الأحيان المفهوم الفيزيائي طريقة أو فكرة المفهوم الفيزيائي يصل إلى الطالب، لكن مع الأسف يتعسر في الحساب، والسبب هو قلة المرام. نعم. فطبعا عندما يتمرن الطالب بشكل جيد على العمليات الحسابية لا يوجد عملية حسابية صعبة. شدة التيار 10 أمبير، طول الساق 0.05، وشدة الحقل 0.1. طبعا بمقاربة بسيطة 10 ب 0.1 الجواب 1، إذن 0.05 واحدة القوة، طالما هي قوة إذن هي تقدر في الجملة الدولية بالنيوتن. هذا بالنسبة أو فيما يتعلق بالطلب الأول. الطلب الثاني حساب العمل حساب العمل المنجز الذي تنجزه هذه القوة عندما تنتقل، المنجز عندما تنقل الساق مسافة 0.03 متر. إذن متى يكون للقوة عمل؟ عندما تنتقل نقطة تأثيرها. وذكر نص المسألة أن نقطة تأثير هذه القوة قد انتقلت بمقدار 3% من 0.03 متر. نكتب قانون العمل W يساوي القوة ضرب الانتقال F بدلتا X. القوة حسبت سابقا 0.05 ضرب مقدار الانتقال الحاصل 0.03، أيضا 3 × 5 = 15 عنا 4 أرقام، إذن 0.0015 واحدة العمل في الجملة الدولية هي الجول. نعم. إذن هذا تمرين بسيط أستاذ بشار أو تطبيق بسيط للقوة الكهرطيسية. إذن كما تشاهدون أبنائي الطلاب، يعني الزملاء قاموا بإعطاء فكرة عن التطبيق الحياتي للقوة الكهرطيسية، هي القوة التي يؤثر بها التيار الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي الذي يجتاز المنطقة التي يسودها الحقل المغناطيسي، وقدموا شرحا بكونها قوة، فهي يعني لكل قوة عناصر 4: نقطة تأثير، حامل، جهة، شدة. وأيضا قدموا شرحا للعلاقة التي تحسب من خلالها شدة القوة الكهرطيسية. أيضا كان هناك تطبيق
وجدته من خلال التطبيق. يعني أنا كطالب سأتكلم بذهنية الطالب صف التاسع الأساسي، قراءة النص قراءة واضحة، وضع المعلومات المعاليم والمجاهيل، البحث عن العلاقة التي تربط بين المعلوم والمجهول، وهي علاقة مباشرة في هذه المسألة أو في هذا التطبيق، وبالتالي تعويض مباشر، عمليات حسابية بسيطة مع الانتباه إلى الضرب، يصل الطالب إلى نتيجة صحيحة. لكن انتبهوا أن الرقم الأخير هو مرفق بوحدة قياس. نحن نتكلم عن قوة، شدة قوة، وكل القوى تقاس شدتها بالجملة الدولية بوحدة النيوتن. وبالتالي عندما وضع أخي نزار الباب كتب F تساوي 0.05، وضع رمز هو رمز النيوتن N للدلالة على أن هذه القوة ومقدرة بوحدة النيوتن. أيضا العمل وضع له وحدة وهي وحدة الجول، لأن العمل يقاس في الجملة الدولية بوحدة الجول. لو يعني نتابع التتالي معارف الدرس وأفكار الدرس، أخي زياد تعرفنا على القوة الكهرتيسية، نعم، وانطلقنا من تطبيق حياتي ثم ننتقل إلى تطبيقات أخرى أنه ممكن نحن نستفيد أيضا من القوة الكهرتيسية. نعم. في عندنا عدة أجهزة بالمنزل ممكن نحن نشرح له عليها للطالب، اللي هي عبارة عن القوة الكهرتيسية، ممكن المراوح، ممكن الغسالات، ممكن أي جهاز عندنا بالبيت أنه يستخدم القوة الكهرتيسية ممكن أن نضرب عليه مثال. فبالتالي من المحركات الكهربائية البسيطة اللي موجودة أمامنا، اللي هو عبارة عن المروحة، وهي عبارة عن استثمار للقوة الكهرتيسية. اسمح لي سنعود إلى المروحة، ولكن الآن ليس وقت المروحة، هو وقت التدفئة. التدفئة يعني حتى المدافع تستخدم المراوح. لؤي مساء الخير يا لؤي. لؤي هلو، يسعد مساك لؤي. نعم. كيف دراستك يا لؤي؟ منيحة. شو عم تدرس يا لؤي؟ وانا ما ادرس في الكتاب، شو ما ادرس. برافو، احسنت. شو عم تدرس؟ شو عندك بالكتاب تساؤلات؟ تفضل. الحقل المغناطيسي. نعم. قل شو بتريد منه، يعني شو بتحب؟ مش بس بدي اعرف شو الحقل المغناطيسي، تعريفه؟ ايه، الحقل المغناطيسي يا لؤي هو يعني هلا بالنسبة لمعارفك أنت ومعلوماتك أنت كطالب صف تاسع، طبعا نقول عن منطقة أنه يسودها حقل مغناطيسي. إيه. إذا وضعت فيه إبرة مغناطيسية خضعت لأفعال مغناطيسية. يعني إيه، ماشي. إذا أخذت إبرة مغناطيسية، أنا إبرة البوصلة مثلا يا لؤي، طيب، وحطيتها بمنطقة، شفت هالإبرة هي بلشت تنحرف، معناها هي تأثرت بأفعال مغناطيسية. هذا يدل على أنه المنطقة التي وضعت فيها الإبرة هي منطقة يسودها حقل مغناطيسي. عندك شيء تاني لؤي؟ شكرا على اتصالك. تابع أخي زياد، يعني عندما يرد اتصال من الطلاب اسمحوا لي، يعني هي لهم، هي ندوة مخصصة لهم. نعم. كنا نتحدث عن الاستفادة من الطاقة الكهرتيسية، ممكن نستفيد منها إذا في المحركات الصغيرة. فأبسط مثال على المحرك، رح نتعرف على دولاب بارلو اللي نعم. موجود أيضا في كتاب الطالب نعم. مما يتألف هذا الدولاب وكيف يعمل. لو أول شيء رح نأخذ شرح تفصيلي عنه، بعدين نشوف كيف ممكن نحن نتعامل معه. إذن هون القرص النحاسي ودولاب بارلو الذي استخدمناه بعد التفريغ. طبعا سوف يتعرف الطالب فيما بعد أجزاء الدولاب اللي هي عبارة عن الحامل الذي سوف يحمل هذا القرص، بالإضافة إلى الحامل العرضي الأجزاء، ثم القاعدة التي سوف تثبت عليها هذه الأجزاء. بعد تثبيت القاعدة الأفقية نلاحظ القرص قابل للدوران بسهولة حول محوره. نثبت الآن القاعدة الأفقية على القاعدة الشاقولية، طبعا القاعدة من الأسفل تحتوي على أسلاك توصيل لربط الدارة الكهربائية عندما يوضع القرص ضمن التجربة قيد العمل. نعم. الآن نثبت، نلاحظ هنا بالأسفل
وجود لحفرة لدخول فيها القرص، بالإضافة إلى وجود هذين القرصين الدائريين المتقابلين، هن عبارة عن مغانط، فبالتالي أحدهما يوجه القطب الشمالي والآخر يواجهه القطب الجنوبي. الآن أكملنا إغلاق الدارة أو إيصال الدارة الكهربائية لمصباح ثم لمولد للتيار الكهربائي. ما الغاية من المصباح أستاذ؟ للتأكد أنه هناك مرور للتيار الكهربائي. الآن نلاحظ أنه كل أطراف أو أجزاء الدارة الكهربائية وصلت. الآن نأخذ زئبق ويوضع ضمن هذه الحفرة الصغيرة التي سوف يدور ضمنها الدولاب. هنا نلاحظ، قبل أن نلاحظ، لا لو سمحت، فجأة دار الدولاب بالدوران، يعني سنعود إلى دوران الدولاب. نعم. تماما. مساء الخير يا علي. علي مساء الخير يا علي. علي مساء الخير يا علي. علي إذا سمحت تسمعني من سماعة الهاتف مو من التلفزيون يا علي. ألو. إيه علي مساء الخير يا علي. بس ملا. تفضل. بس زكاتك ملاحظة عن المورد الكهربائي. إيه. وكمان شو الفرق بين المورد الكهربائي والمحرك الكهربائي، وشو يعني شلون نستخدمهم بالقوانين يعني. طيب. تكرم يا علي، شو عند ضبط تساؤلك حول المولد الكهربائي يا علي؟ شو عندك؟ وين الإشكالية اللي عندك؟ أو وين بتحب تسأل أنت؟ يا علي؟ علي؟ المولد الكهربائي في سؤال بأسئلة الوحدة. نعم. عن المولد الكهربائي ودولاب بارلو. تماماً، يعني الفقرة الفقرة اللي عم ناخدها هلأ نحن، إيه؟ تفضل يا علي. الفرق بيناتهم. علي خليك مع الأستاذ، تابع مع الأستاذ نزار. طبعا هي من الأستاذ بشار التساؤلات، هي من التساؤلات اللي هي حقيقة لو هو مؤخذة بشكل مباشر أو بشكل ما أنا مذكورة بشكل مباشر، إلا حقيقة حق مشروع لأي طالب أن يتساءل عن الفرق أي بين المحرك. نعم. نعم. فطبعا في المحرك هو نقدم له طاقة كهربائية نتيجة آلية عمل معينة تتحول إلى طاقة حركية. ففي المحرك تتحول الطاقة، نقدم له كهرباء ونأخذ حركة. نعم. نقدم إلى مضخة الماء طاقة كهربائية تقوم بنقل الماء إلى ارتفاعات. نعم. مختلفة. إذن هو يحول الطاقة الكهربائية إلى. علي أنت معنا على الخط يا علي؟ طيب ماشي. إذن المحرك أن علي موجود. نعم. نعم. المحرك يحول الطاقة الكهربائية المقدمة له إلى. نعم. طاقة حركية، بينما في المولد نقدم له طاقة حركية أو ميكانيكية ويتم بناء على هذه الطاقة الحصول على طاقة كهربائية. نعم. يعني لو نعود إلى أسئلة الوحدة، يعني علي ما الفرق بين المحرك والمحرك؟ هذا. نعم. هذا. نعم. هو السؤال. نعم. أنه الجهاز الأول المحرك. نعم. يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، عفوا الكهربائية إلى حركية، بينما المولد يحول الطاقة الميكانيكية المقدمة إلى طاقة كهربائية. يعني هنا يمكنني أن أسأل علي ولو أنه لأننا فقدنا الاتصال معه. يا علي المولد يعني أنت عم تحط شوية بنزين أو شوية مازوت حسب نوع المولد اللي موجودة، وبالتالي طاقة ميكانيكية تقدم طاقة أنت كيميائية أخذها ليدور محرك. هذا المحرك عفوا يعني جهاز الذي هو شيعة أو إطار أيا كان بين قطبي مغناطيس، تتحول هذه الحركة إلى كهرباء. إذن هو ولد تيارا كهربائيا من خلال الطاقة الميكانيكية. أنت قدمت طاقة ميكانيكية أخذت مقابل ذلك طاقة كهرباء، وعندما تصل بإن شاء الله ستصل إلى الصف الثالث ثانوي العلمي ستدرس نظريا تحول هذه الطاقة من ميكانيكية إلى كهربائية والقوانين الرياضية والإثبات الرياضي لذلك.
بينما في المحرك عملية معاكسة تماما، نحن نأخذ كهرباء أو نقدم طاقة كهربائية ونحصل منها على عمل أو طاقة ميكانيكية. هذا هو الفرق باختصار بين المولد والمحرك. الآن بالنسبة لسؤالك الثاني حول دولاب بارلو، يعني تابعنا من خلال المنزل مع الأستاذ زياد وكان يتفضل بشرح دولاب بارلو أجزاؤه. الآن يعني ندعوك تكمل أخي زياد، تفضل. الآن هون رح أرجع شوي بالملف بالفيديو لورا لحتى نشوف أنه كانت الدارة هون قبل ما نحط الزئبق كانت الدارة مفتوحة، السبب أنه ما عندي إغلاق للدارة الكهربائية. الآن عند وضع الزئبق الناقل فبالتالي أصبحت الدارة مغلقة، نلاحظ مباشرة بدأ مرور تيار كهربائي، هذا التيار الكهربائي أدى إلى دوران الدولاب. هلأ السؤال هون أنه على أنه أساس دار الدولاب؟ طبعا نحن كنا قدمنا بداية اللي هي عبارة عن القوة الكهرتيسية التي تعلمناها بمقدمة الدرس أنه هي التي سوف تسبب حركة الدولاب بسبب وجود حقل مغناطيسي يؤثر في التيار الكهربائي الذي يمر ضمن هذا الدولاب، فيؤدي ذلك إلى تولد قوة كهرتيسية تسبب دورانه. هلأ رح نشوف نحن أنه إذا عكسنا الأقطاب هون رح لاحظ أنه بدأ الدولاب يدور بجهة معاكسة لجهة دورانه بالمرحلة الأولى. طبعا هنا نسأل لماذا تغيرت جهة الدوران؟ السبب هو تغير جهة القوة الكهرتيسية المسببة لدوران الدولاب. هلا هون في عنا انه لو كيف بدنا نزيد من شدة التيار الكهربائي، رح نرجع نعيد التوصيل كما كان ثم نأخذ الآن سلك و نصل دون المرور بمقاومة المصباح. لاحظ هنا أيضا سرعة دوران الدولاب تمام بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي المار، لاحظ السرعة. إذن السبب هي زيادة شدة القوة الكهرتيسية المسببة للدوران. والطالب هو خلال العوامل التي درسها في القوة الكهرتيسية هو سيدرك تلقائيا أن زيادة شدة التيار أو زيادة شدة الحقل المغناطيسي. يعني هنا قد يسأل الطلاب لماذا زئبق تحديدا، يعني ببساطة ألم يطرح سؤال كهذا؟ طرح أكثر من ذلك. من الأسئلة التي طرحت لماذا الدولاب مفرط؟ نعم. لماذا هو غير مصنع؟ حقيقة سؤلت حقيقة لماذا هو مفرغ؟ لماذا أيضا أخضع النصف السفلي لم يخضع كامل الدولاب إلى حقل مغناطيسي؟ هناك العديد، على الرغم من أن هذه المواضيع هي أكبر من عمر الطالب، لكنه يسأل وهذا شيء يعني جدا وببساطة يفهم الفكرة بشكل جيد دون أن تكون هذه المعلومة واردة في الكتاب. يستطيع نعم طبعا عندما يتم إيضاحها يقوم الطالب بفهم الفكرة بشكل حتى كامل. الفيديو اللي أخذناه لاحظ أنه أول شيء أخذوا الفرس كما هو بعدين فرضوه بعدين اشتغلوا على شكل دولاب بارلو. طبعا هون لا مانع أنه أنا التفريض أن نذكر بأن هناك ما يعيق عندما يكون الدولاب مصمت، هناك تيارات تنشأ داخل هذا القرص ستدرس لاحقا عندما تدرس في الثالث الثانوي العلمي تيارات فوكو واستكبار تعرف أثار السلبي يعني. إضافة لكن بالنسبة للحقل المغناطيسي هو يمكن أن تربط المفهوم الحقل عندما يخضع كامل الدولاب تصبح نقطة تأثير القوة هي مركز الدولاب، وبالطبع عندما تكون نقطة التأثير القوي في مركز الدوران يصبح عزمها معدوما في محور الدوران. نعم. على كل سنعود إلى النقاش هذا لكن بعد فاصل. طلابي الأعزاء أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نتابع من خلاله مواعيد الندوات لاحقة ونعود إليكم من جديد، فابقوا معنا. We'll be right back.
نرحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طلبتنا الأعزاء، كنا قبل الفاصل قد تناولنا القوة الكهرتيسية وتطبيق على هذه القوة هو دولاب بارل، وهو أبسط أشكال محركات الكهربائية، ويعني كمحرك هو استمد طاقة كهربائية تحولت إلى عمل وبالتالي إلى طاقة ميكانيكية. كنا مع أخي نزار بما تفضلتم بشرحه، أن الدولاب عندما يغمر بكامله بالحقل المغناطيسي أو عندما نجعل المغناطيس يحيط بالدولاب كله، فسيكون نقطة تأثير القوة هي مركز في مركز القرص الذي هو محور الدوران أو يلاقي محور الدوران، وسيتعلم هنا. يعني أنا أردت أن أنوه إلى هذه الناحية، إلى أن كيف تنمو الأفكار في الكتاب المطور. سينتقل هنا، سيرى أن الدولاب لا يدور. في الدرس الأول من الوحدة الثانية سيتناول عزم القوة، وسيعرف تماما أن عزم القوة يكون معدوم. بالتالي هنا تأتي أهمية أن يربط، أن يقوم متعلم بربط الأفكار نفسه بنفسه، وبالتالي أصبح تعلمه يعني تعلما مجديا وذو قيمة وأثر، ويدوم أثره في الذهن طويلا. لنتابع ما تفضلت به أخي زياد، يعني سنذكر أكيد عناصر القوة الكهرتيسية في الدولاب. نعم. إذا بنرجع على كتطبيق أيضا جديد. هناك أخذها بشكلها العام، الآن نريد أن ندخل إلى الشكل الخاص في دولاب. رح أخذ القرص بدون مشان التوضيح أكثر. القرص كما هو، إذا هذا القرص بيكون هي النقطة، هي تمثل محور الدوران التي هي مركز القرص. نعم. مركز القرص. التيار الكهربائي سوف يجتاز القرص بأقصر نقطة له، اللي هو عبارة عن نصف قطره السفلي، الشاقول السفلي. نعم. الشاقولي السفلي. فبالتالي هذا الجزء من القرص يمكن أن يكون بالكامل أن يكون خاضع للحقل المغناطيسي. طبعا هنا أيضا نحن أخذنا الحقل المغناطيسي، هو عبارة عن حقل مغناطيسي منتظم بين قطبين شمالي وجنوبي. إذن الحقل هو أفقي، خطوط أفقية وعمودية على سطح القرص، تعامد المستوى الشاقولي. نعم. للقرص. نعم. الآن في نقطة التأثير سوف تكون لهذه القوة، هي تقع في منتصف المسافة التي تفصل بين محور الدوران ونهاية القرص، فبالتالي نقطة التأثير هي منتصف الجزء من القرص الخاضع للحقل المغناطيسي. أيضا سوف هذه بتكون نقطة التأثير. الحامل ذكرنا سابقا أنه أيضا الحامل سوف يكون عمودي على الشعاعين، اللي هو يمثل شدة التيار والحقل المغناطيسي، جزء الناقل الذي يمر فيه التيار. نعم. وشعاع الحقل المغناطيسي. نعم. سيكون عمودي عليه حسب جهة مرور التيار. طبعا سوف تحدد الجهة حسب قاعدة اليد اليمنى، فإذا كان التيار يجتازه من الأعلى إلى الأسفل أو يكون من الأسفل إلى الأعلى، فتوجه. لنفترض أن التيار يجتازه من نهاية القرص باتجاه المركز، فتكون راحة الكف موجهة أو الساعد عفوا من نهاية القرص إلى مركزه، و أصابع اليد اليمنى ستكون باتجاه المركز، راحة الكف موجهة بحيث يكون شعاع الحقل. نعم. منها من الأمام إلى الخلف، فتكون جهة القوة الكهرتيسية هي عبارة عن جهة إبهام اليد اليمنى وهي مفرودة، فتكون بها الاتجاه، فسوف يدور القرص بجهة تماثل جهة دوران عقارب الساعة. السبب هو وجود هذه القوة الكهرتيسية المسببة للدوران. طبعا شدتها سوف تتناسب مع شدة التيار الكهربائي وشدة الحقل المغناطيسي، بالإضافة إلى طول الجزء من نصف القطر الخاضع للحقل المغناطيسي. هي حقيقة مع طول الجزء، ولكن هنا الجزء الخاضع للحقل هو نصف الدولاب، هو نصف الدولاب، أي نصف قطر الدولاب الشاقولي السفلي. نعم. يعني طبعا هذا الدولاب هو مبدأ بسيط من أبسط مبادئ المحرك الكهربائي. نعم. نعود إلى التطبيق أخي نزار. نعم. طبعا نستطيع أن نجيب على أسئلة الدرس إن شئت، أو نعم. يعني نختار، يعني نعم. لا على التعيين، أي سؤال من أسئلة الدرس يقدم أو تطبيقات درس يقدم تطبيقا على ما نريد فليكن. بدك نبدأ من بداية أو المسألة المسألة، خلينا نعم. نشوف. نعم. مسألة على دولاب بارلو. طبعا لا يوجد مسألة على دولاب بارلو إلا ما بعرف إذا مسألة الوحدة. مسألة الوحدة. نعم. مسألة الوحدة.
نشره. ما في يعني ملف دائري برلو ما في لهم مسألة طيب. عندهم كتابون لكن يعني هنا هي ذات القوانين لكن بدل نستبدل ال L ب R نصف القرص هنا يعني طول الجزء إذا نقوم بحل مسألة الدرس. نعم تفضل. إذا لو سمحت أستاذ زياد مشان معلومات المسألة ساق معدنية نعم أفقية تستند على إذا نعم طول الساق الأفقي نعم يعني هنا أخي نزار أصبح الطالب يعرف تماما إيش ما المقصود به هنا أعود لي نعم. أضم صوتي إلى زياد يعني L تساوي إلى 20 سنتيمتر إذن L تساوي 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر إذن أنا كطالب بشكل مباشر أحول هذه القيمة إلى الجملة الدولية 0.2 متر نعم. طبعا تم ذلك بالتقسيم على 100 عفوا او الضرب ب 10 اس سالب 2 نعم 2 نعم يمر فيها تيار كهربائي شدته نعم تساوي 10 امبير تخضع لحقل مغناطيسي منتظم نعم يعامد الساق شدته 0.2 تسلا فتنتقل الساق مسافه مقدارها دلتا اكس تساوي الى 2 سنتيمتر إذا 0.02 متر تمام خلال زمن قدره دلتا تي نعم 2 ثانية نعم يكون لدينا الآن المطلوب حساب شدة القوة الكهرباتيسية المؤثرة في إذا المطلوب حساب شدة القوة الكهربائية شدة الكهرباتيسية عفوا القوة في الساق إذا نكتب قانون القوة شدة القوة F تساوي I L B الـ I معوض 10 أمبير ب ب 0.2 و L I L عفوا أنا عوضنا يلا تمام 0.2 نفس مظبوطة نفسها يلا مضروبة ب ب كمان أيضا 0.2 إذا 2 ب 0.2 0.4 نيوتن إذا أيضا بالعمليات الحسابية أستاذ زياد 10 ب 0.22 مضروبة ب 0.2 0.4 نيوتن الطلب الثاني قبل أن نكمل الطلب الثاني يعني معنا اتصال علي مساء الخير يا علي أهلين تفضل يا علي شو سؤالك بس أنا كان سؤالي على تمرينات الوحدة مشان دولاب بارلو أي يعني عندك رقم لسؤال معين لما بدك الأسئلة لا بس الاختيارات الأساتذة يعني ما عم يحلون كلهم في طيب. كتير شيء مهم ما عم يحلون طيب علي تابع مع الأستاذ زياد يا علي خيار متعدد بده أسئلة خيار متعدد تبع دولاب بارلو عامة مو بس دولاب بارلو طيب أوكي تابع مع الأستاذ زياد يا علي أو كرامة علي رح نحل الأخطر الإجابي كلهم بالوحدة نعم الوحدة هون أكثر الإجابة نعم شدة الحقل المغناطيسي المتولد في مركز وشيعة يمر فيها تيار كهربائي تعطى بالعلاقة عند مجموعة من العلاقات علي يا علي يلا هو عمل الدالة ألو 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 علي أي سمعانكم حبيبي تابع مع الأستاذ زياد أي. شوف شو بده يسألك تحاور أنت وياه حول السؤال مشان يكون فهم اختيار من المتعدد يعني. ما هيك علي أي نعم. السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة شدة الحقل المغناطيسي ما هيك المتولد في مركز وشيعة يمر فيها تيار كهربائي تعطى بالعلاقة هذا عبارة عن التعبير الرياضي اللي أخذناه عن الحقل المغناطيسي المتولد في مركز الوشيعة وأنت لديك علم فيه هو شو بيقاله من الخيارات هل هو 14 أس ناقص 7 N في I على L أم 4 ضرب 10 أس ناقص 7 في N على L أم ب N I على P ضرب 10 أس ناقص 7 N في I على L أنا واحد منهم أنت رح تكون رح تختاره
انا بس عفوا الكتاب مو معي. اه الكتاب مو معك. اي طيب ماشي. لا معناتها نحن رح نختار هو الخيار دي اللي هو عبارة عن بي بتساوي الى 4 بي ضرب 10 اس 7 في عدد لفات الوشيعة في شدة التيار الكهربائي اي مار فيها مقسومة على طول هذه الوشيعة. هلا علي. يا علي. اي نعم. انعم عليك ربي. بدي اقول لك علي انت درست درس الحقل المغناطيسي للتيارات الكهربائية ما هيك؟ اي دارسون. اي نعم. كثير منيح. طيب في عنا نحن تيار الحلزوني او تيار الوشيعة، عندما يمر تيار في وشيعة سيتولد حقل مغناطيسي عن ذلك ما هيك؟ في مركز الوشيعة نحن حسبناه. طيب شو بتتذكر العلاقة اللي كانت تعطيني شدة الحقل المغناطيسي يا علي؟ بي تساوي 4 بي نعم ضرب 10 اس ناقص 7. احسنت. اي ان بي اي على ال، حيث اي هي شدة التيار الكهربائي وان وان عدد ال عدد لفات ال، برافو، ال عدد لفات الوشيعة، والار على ار مو على ال على ار، وهي حيث ال علي حيث ار نصف الغرفة. الله يحميك، حافظ حافظ الدرس وفهمانه كله. اذا هيدا العلاقه اللي انت اخترتها هي موجوده بالخيار رقم دي. يعني انت بذلت مجهود وفقط تحتاج الى ارشادات بسيطه لتتمكن من انتقاء الجواب. يعني هو نص السؤال قال لك شدة الحقل المغناطيسي المتولد في مركز وشيعة عند امبير متواصل يعطى بالعلاقة، انت حافظها، هي موجودة بالخيارات. طبعا لو شفت الخيار الاول اخي نزار، ما الخيار الاول؟ تابع مع الاستاذ نزار يا علي. الخيار الاول 2 بي ب 10 اس ب 10 اس ناقص 7 ان بي اي على ال، هل هذا الجواب صحيح؟ ان بي اي على ال 2 بي، هذا الثابت 2 بي ب 10 اس ناقص 7. برافو. اذا هناك خطا في الثابت، اذا هذا الخيار مستبعد. الخيار الثاني 4 بي ب 10 اس ناقص 7، 4 بي ب 10 اس ناقص 7 ان على ال فقط. يعني لو نتابع الشاشه علي. اي نعم. اذا الخيار الثاني 4 بي ب 10 اس ناقص 7 ان على ال، هل هذا الجواب كامل؟ لا. شو ناقصه؟ اي هذا القانون يغفل شده التيار، اذا هو ايضا خيار مستبعد. الخيار سي بي ب 10 اس ناقص 7 بدايه، هل هذا الثابت صحيح؟ بيد 4 بيد 4 اس 7 بي ب 10 اس ناقص 7. الخيار هل هو صحيح بي ب 10 اس ناقص 7 علي؟ الخيار الثابت بي ب 10 اس ناقص 7 هل هو خيار صحيح او هو ثابت صحيح؟ لا. اذا ايضا يستبعد، يبقى خيار واحد 4 بي ب 10 اس ناقص 7 ب ان ان بي اي على ال. وانا بحب الفت انتباهك يا علي انه انا مطلوب مني كطالب ان اختار الاجابه الصحيحه فقط، اختيار الاجابه، وهذه هذا السؤال حقيقه هو تذكر، يعني هو يتطلب منك ان تحفظ القانون. نعم. وان نعم. تستطيع ان تختار القانون المناسب فقط. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني بس ممكن شغله صغيره؟ تفضل يا علي. لطرائق رسم الوشيعة والمحور نعم والمستقيم والحقل نعم. المغناطيسي تبعاتهم نعم، يعني ما علي توضيح على هالشيء. طيب. كثير تكرم يا علي. الان اخي نزار يقوم برسم، يعني هو يريد ان نرسم له الحقل المغناطيسي المتولد عن استاذ نزار. لو رسمنا على ورقه فقط. نعم. لو رسمنا نعم هاي انا المستوي. تابع علي، تابع مع الاساتذه يا علي. لنفرض ان هاي المستوي. يخترق هذا المستوي سلك، السلك مستقيم، يجتازه تيار كهربائي علي. عندما نضع برادة الحديد بالتجربة، عندما نضع برادة الحديد على الورقة ونقوم بالنقر عليها نقرات خفيفة، نلاحظ أن برادة الحديد
تصطف على شكل دوائر متحدة المركز. أنت معنا يا علي؟ على ما يبدو فقدنا الاتصال. نعم. إذن يكون على شكل دوائر متحدة المركز. أما نزار، نعم. يعني هو يطلب لو كانت نقطة أي على بعد دي من السلك، نعم، هي نقطة في أي مكان، نعم، هي نقطة كيف له أن يحدد جهة الحقل المغناطيسي، نعم، في هذه، نعم، النقطة، نعم، هي النقطة، نعم. طبعا أولا يجب أن أعلم جهة التيار، ولتكن جهة التيار نحو الأعلى. لتحديد جهة الحقل عند النقطة A أضع اليد اليمنى منطقة على السلك أو توازيه لتظهر الآلية، نعم. التيار يدخل من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع. راحة الكف تدار نحو النقطة المعتبرة A. المعتبرة، نعم. فيشير، نعم، الإبهام إلى جهة الحقل المغناطيسي. إذن الحقل يكون نحو الداخل، وهنا ب طبعا نحو يرمز له بإشارة ضرب، نعم، بإشارة ضرب للدلالة على أنه نحو الداخل. لو كانت النقطة نقطة ثانية ولتكن ب في الاتجاه الثاني، بنفس الطريقة أضع اليد اليمنى توازي السلك، التيار يدخل من الساعد ويخرج من رؤوس الأصابع، راحة الكف نحو النقطة المعتبرة، شعاع الحقل لاحظ الإبهام نحو الأعلى. إذن بي يكون بجهة معاكسة بنقطة للدلالة على أنه نحو الأعلى. نعم، هذا بالنسبة لسلك مستقيم. طبعا نحن الملف الدائري والوشائع بيكون بالمركز، نعم. لو رسمنا دائرة أستاذ نزار فقط وحددنا له كيف يمكن له أن يحدد جهة الحقل المغناطيسي في مركز هذا الملف الدائري؟ لنفرض أن شدة التيار هي بعكس جهة الدوران، جهة التيار بعكس جهة الدوران، بعكس جهة الدوران عقارب الساعة، نعم، تكون طبعا نضع اليد اليمنى فوق أصابع اليد اليمنى موازية، نعم، للحلقة، موازية للملف الدائري، التيار يدخل من الساعد ويخرج من رؤوس الأصابع، فيشير الإبهام المنفرد إلى جهة الحقل المغناطيسي، نعم. إذن هنا وضعنا أصابع اليد اليمنى موازية لحلقات الملف، نعم، ويخرج التيار من رؤوس الأصابع، الإبهام المنفردة على، نعم، تشير إلى جهة الحقل، نعم، أيضا الأمر ذاته بالنسبة للوشيعة توضع فوق الوشيعة بحيث تكون الأصابع موازية لأحد الحلقات، التيار يدخل من الساعد يخرج من رؤوس الأصابع، الإبهام يشير إلى جهة الإبهام المنفرد، طبعا يشير إلى جهة الحقل المغناطيسي. زميلي العزيزين، يعني نحن كمدرسين كيف يمكن أن نساعد طلبتنا الأعزاء في أن يختاروا الإجابة الصحيحة؟ يعني هو سؤال يعني كتلة العلامة، إما بياخذ الطالب أو بتروح كلها، يعني صحيح. يعني هون إشكالية، يعني إذا لم يكن الطالب قد كيف يمكننا أن نساعد الطالب على أن يكتسب مهارة حل تمارين كهذه؟ لو يعني أخذنا مثالا مسائل الوحدة، نعم، نعم، قبل ما معنا اتصال محار. مساء الخير يا محار. ألو، مرحبا، كيف مساك يا محار؟ بس كان بدي أسأل سؤال مادة الفيزياء. تفضلي. بأسئلة الوحدة. تفضلي. صفحة 30، نعم، نحن فوقنا بالسؤال الأول، نعم، بالتمرين الثالث. طيب تابعي مع الأستاذ نزار. إنه يمكن لسلك يمر، نعم، فيه تيار كهربائي أن يؤثر بسلك موازية، نعم، ويمر فيه تيار كهربائي آخر بقوة كهربائية، نعم. أستاذ، إنه نحن هون ما كان لازم يذكروا لنا بفرضيات المسألة إنه في عنا نحن مغناطيس لحتى نقول إنه هذه العبارة صح أو غلط. طيب حلو كتير سؤالك يا محار، كتير سؤال. وكمان أستاذ، إنه نحن هلأ الحقل المغناطيسي، نعم، شو بيفرق عن المغناطيس التأثير؟
كثير، وهل هو قادر كمان يجذب برادة حديد أو قطع مغناطيسية إذا زادت الشدة تبعته؟ طب على ما يبدو أنت عم تحكينا من موبايل ما هي؟ إيه أستاذ. فمشان ما ناخذ مشان ما نكلفك كثير رح نجاوبك على السؤالين. في عندك تساؤل بعد؟ ايه استاذ، سؤال واحد. تفضلي. نحن بالمدافئ الكهربائيه بيكون نحن عندنا انه مقاومه كبيره، كمان هذا بينشا عنا حقل مغناطيسي لما بيمر عنا تيار كهربائي. طب كثير حلو. بالبيت ما هيك؟ هيدي مشان على السريع جاوبك عليه. تيار البيت شو هو يا نعم؟ تيار البيت شو هو؟ ايه استاذ، تيار متناوب ما هي؟ ايه تيار متناوب. وتيار متناوب يعني بدك تاخذيه لما تصيري بكالوريا، ان شاء الله بنفرح فيكي بالبكالوريا بالعلامات العالية يا محار. بدك تشوفيه بالإجابة عن هالسؤال بالبكالوريا. معلش تعطينا للبكالوريا نجاوبك عليه؟ ايه خير استاذ، يسلموا. شكرا كثير. شكرا لاتصالك. زميلي العزيزين سألت محار سؤالين مهمين جدا اخي زياد. نعم. هي سألت يعني المغناطيس هو مثل الحقل المغناطيسي؟ طبعا هو زي له نفس الآثار أكيد، يعني له نفس الآثار. يعني المغناطيس هو لكل مغناطيس حتى الحقل المغناطيسي، فالأثر المغناطيسي نستدل عليه من خلال أثره، فبالتالي نعم. التيار الكهربائي أثر مغناطيسي كما للمغناطيس. هي سألت سؤال واضح وبسيط جدا. نعم. عن هل المغناطيس له حقل مغناطيسي أو هو حقل مغناطيسي؟ نعم. فالجواب يا محار، لكل مغناطيس حقل مغناطيسي يؤثر في الأجسام الحديدية أو الشحنات المتحركة أو ما هنالك من تأثيرات تظهر آثاره عن طريق حقله. تماما، عن طريق الحقل لهذا المغناطيس. بالنسبة لسؤال الأول أخي نزار، هو السؤال الأول في الصفحة، السؤال الثالث، وهو سؤال ذكي جدا بالمناسبة. يعني هي سألت أين هو المغناطيس. نعم. ألا يفترض بنص السؤال أن يقول لي أن هناك مغناطيس؟ بس السؤال الثاني أجابت. نعم، هي حقيقة جاوبت على السؤال. إذن يمكن لسلك يمر فيه تيار، عندما يمر التيار في السلك يا محار سلفا سوف يتولد عنه أو سوف يكون له أثر مغناطيسي، هذا الأثر المغناطيسي سوف يؤثر في السلك الثاني. يعني لو أفضل هون نوضح له أنه على نفس الرسمة، لو أنه وقع السلك الثاني ضمن أحد ضمن أحد الخطوط الحقل، إذن سوف يتأثر، سوف يتأثر. نعم. يعني محار الإجابة، أنت بسؤالك الثاني أجبتي عن السؤال الأول بكل بساطة. عندما يمر تيار كهربائي في سلك فإنه سيولد حوله أثرا مغناطيسيا، وهذا الأثر المغناطيسي سيؤثر في الأجسام المحيطة به التي هي من بينها ومن ضمنها السلك الثاني. ويمرور تيار في السلك الثاني مع وجود الحقل المغناطيسي مغناطيسي للسلك الأول، بالتالي سيتأثر بالقوة الكهربائية. يعني أنا عندي مغناطيس هو الحقل الكهربائي، التيار الكهربائي للسلك الأول، هو صنع منه مغناطيس. أنا أحشبه لك هيك، صنع منه مغناطيس أثر على التيار في السلك الثاني. وأتمنى أنه تكون إجابة واضحة لإلك. طبعا والتأثير متبادل أستاذ بشار، كما يؤثر السلك الأول بالثاني سوف يؤثر السلك الثاني بالسلك الأول. مساء الخير يا أحمد. مساء النور. كيفك يا أحمد؟ الحمد لله. كيف دراستك يا ابني؟ الحمد لله. تفضل، شو سؤالك يا أحمد؟ أستاذ بأسئلة وحدة المغناطيسية. نعم. في عنا تاني صح وغلط. نعم. أنه شدة القوة الكهربائية تتناسب طردا مادة التيار الكهربائي المار بالسلك الخاضع للحقل المغناطيسي. يمكن لسلك يمر فيه تيار كهربائي أن يؤثر بسلك يوازيه ويمر فيه تيار كهربائي آخر بقوة كهربائية. شو رأيك أنت، صح لما غلط؟ هي صح. برافو، ليش صح؟ لأن إذا مر بالسلك الأول رح يتولد حقل مغناطيسي. أحسنت، يعني هلأ أجبنا على السؤال هذا يا أحمد. إيه. طبعا عندك سؤال ثاني أحمد؟ إيه، أنه أنا سؤالي إذا كان عندنا سلكين متوازيين. نعم. ومؤثر فيهم حقل مغناطيسي. نعم. هل السلكين بيأثر فيهم؟ يعني عندنا حقل مغناطيسي غير تبع سلكين عم يمر فيهم تيارين وفي حقل مغناطيسي كمان، مو هيك أحمد؟ نعم. يعني أنت عندك سلكين إيه؟ متوازيين يمروا إيه؟ في كل منهما تيار كهربائي،
وعندنا مغناطيس كمان ما هي؟ عندنا مغناطيسين، المغناطيس الأول يؤثر بالسلك الأول والمغناطيس الثاني يؤثر بالسلك الثاني. هل السلكين يتولد بهما أنه بتأثر عليهم قوة كهراطيسية؟ طيب أنت شو رأيك أنت؟ أنا برأيي صح بس بتكون أضعف. أضعف. طيب خليك مع الأستاذ زياد، تابع معه بالشرح حوار بينك وبينه وفهم الجواب الصحيح. تفضل يا أنت يا شو كان اسمه أحمد أنت مررت بالسلكين تيارين كهربائيين ما هي؟ إيه. معناتها شو بده ينشأ عن كل تيار مر بسلك؟ حقل؟ حقل مغناطيسي. حقل مغناطيسي ناتج، فهن إذا كانوا قراب من بعضهم رح يتأثروا ببعضهم البعض بقوة كهربائية. الأول رح يأثر بقوة كهربائية على الثاني. إيه. والثاني رح يأثر بقوة كهربائية على صحيح الأول. ما هي؟ هلا الحقل المغناطيسي الخارجي اللي أنت تعرض له السلكين تمام؟ نعم. أيضا هناك تيار كهربائي وحقل مغناطيسي، معناته سوف ينشأ عن التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي أيضا سوف تنشأ قوة كهربائية. هنا أخذنا بصفوف سابقة تحصيل القوى ما هي؟ ايه؟ وصار عندنا قوتين، القوة الكهربائية الناتجة عن تأثير السلكين ببعضهم البعض، والقوة الكهربائية الناتجة عن تأثير المغناطيس المغناطيسي الخارجي عليهم. فإذا كانوا هن بجهة واحدة وعلى حامل واحد فبالتالي أنا رح أحصلهم جمعا، وإذا كانوا على حامل واحد بجهتين متعاكستين فبالتالي رح أطرحهم. فبالتالي هون بتتوقف العملية على جهة كل من الحقل المغناطيسي الخارجي وعلى جهة التيار المار بكل من السلكين. فنحن هون رح نعمل عملية تحصيل قوى للدلالة على أنه هل يمكن لهذين السلكين يمكن أن يتجاذبوا، يمكن أن يتنافروا إذا كان السلكين هن حري الحركة. يعني رح تتولد قوة كهربائية؟ طبعاً أكيد طبعاً. بس هي رح تكون أضعف من التيار الكهربائي. لك أحمد رح تتولد قوتين بنفس يعني السلك. كل سلك سيخضع لتأثير قوتين يا أحمد. بس أنا بينقلوا الحقلين. حصلتهم قد تكون معدومة، قد تكون عظمى. حسب يعني حسب المحصلة. طبعاً حسب. لكن الرسمة وضحت على. يعني. هلا أنا هون هاي السلك الأحمر، السلك الأول باللون الأحمر ولد عند السلك الثاني حقل مغناطيسي B1. كيف حددت جهته يا أحمد؟ نعم. السلك الأول اللي باللون الأحمر تولد عنه. هل الكهرباء عنا؟ مقطوع. شكرا لاتصالك يا أحمد. في عندك سؤال تاني بعد؟ شكرا فهمته. شكرا شكرا لاتصالك. يعني تساؤلات حلو جدا، لاحظ اكبر من مستواه طبعا يعني يعني وهذا يبشر بالخير صحيح. كما قلت يعني فعلا سوريا ان شاء الله غنيه بابنائها وبعقولها وارض البشريه صحيح. نعم. تساؤل كهذا يعني يثير الراحه، يثير الحقيقه هو سؤال على مستوى صف ثالث ثانوي اكيد. يعني باختصار شديد له ولي اي طالب يتساءل عن لك الحقل المغناطيسي سيؤثر على التيار الكهربائي بقوه كهربائيه، لكن هنا ما يعني العوامل المؤثره هنا هي جهه هذا الحقل المغناطيسي او جهه القوه الكهربائيه المتولده عن السلك الاول وعن الحقل المغناطيسي الخارجي، هنا هي التي تلعب الدور الاساسي في بس انا لو انه عنده كهرباء الفكره الاساسيه انه هذا هذا التيار مرور التيار في السلك الاول ولد في كل نقطة من نقاط السلك الثاني حقلا مغناطيسيا B1، وبما أن السلك الثاني يمر فيه تيار سوف يؤثر هذا الحقل بالتيار الكهربائي بقوة مار في السلك الأول. نعم نعم بالتحديد الحقل الخارجي سيؤثر على كليهما معا وبالتالي سيكون هناك أيضا قوي حقل إما تجاذبي أو تنافري تتوقف على جهة التيارين. هذا بين السلكين فقط. نعم. هو طرح في السلك أنا نعم. أتحدث هو أضاف حقل حقل خارجي. الحقل الخارجي هذا يعني هو يقول لك هل تتولد القوة؟ نعم تتولد صح. القوة هي تولدت عن السلك الأول وتولدت عن الحقل المغناطيسي الخارجي، إذن سيكون هناك لكل سلك خاضع لقوتين كهربائية محصلتهما هي التي تحدد المطلوب. نعم. يعني كنا قبل الاتصال كيف يمكن للطالب أخي نزار كيف للطالب أن يقرأ الخيار؟ السؤال الاختيار متعدد يعني كيف يتعامل معه؟ كيف هو أعطيناه فكرة من خلال تطبيق على حل المسائل الآن. فعلا هو سؤال الخيار متعدد، هو ليس يعني هو سهل ممتنع، هو سهل ممتنع كما قلت كتلة العلامة إما تؤخذ كاملة أو يخسرها الطالب، وهذا يتوقف على قراءته طبعا، هذا يتوقف على قراءته تحليل السؤال تحليل السؤال صحيح. كيف ذلك أستاذ نزار؟
طبعا لا ما فينا نتحدث بأسئلة التحريض، يفضل أن نتحدث بالأسئلة التي تم عرضها. نعم. المحرك جاوبنا، يمكن جاوبنا على المحرك الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة. الحلوس الرابعة. نعم. الرابعة. لا هنا هنا سؤال كهذا أخي نزار. نعم. يعني كيف يجب على الطالب أن يتنقل؟ إذن المحرك يحول الطاقة الكهربائية، إذن يقدم للمحرك، أنا كطالب يجب أن أعلم أن هذا المحرك قدمت له طاقة كهربائية. إذا نص السؤال كان نعم واضحا واضح بذلك. نعم. كيف تتحول هذه الطاقة الكهربائية؟ هل تتحول إلى طاقة حركية؟ نعم. ثم ما هي الطاقات الأخرى؟ طاقة كامنة. هل عندما أقدم طاقة كهربائية إلى مولد يبقى كما هو يختزن هذه الطاقة؟ كما وجدنا محرك دولاب بارد. نعم. هل يبقى ساكنا؟ نعم. بالطبع لا. نعم. هل تتحول إلى كهربائي؟ أكيد لا، طالما من كهربائي إلى كهربائي لا. نعم. يوجد تحول، إذن أيضا جواب مستبعد. هل تتحول إلى مغناطيسية؟ أكيد لا. نعم. إذن يوجد طبعا هناك تدرج في أسئلة الاختيار المتعدد، هناك أسئلة فعلا هي مستويات كما. نعم. أكيد يعني هناك إذن توضع على مستوى، ليست جميع أسئلة الاختيار متعدد على مستوي عالي أو تحليل أو تركيب. نعم. هناك نعم. مستوي تذكر، هنا مستوى تذكر، مستوي فهم. ممكن بعض الطلاب على سرعة البديهة عندهم أنه يربطوا القيم المعطاة إذا كان الاختيار المتعدد يعتمد على الحل التطبيق. نعم. فبالتالي بعض الطلاب بيكون عندهم سرعة بديهة للمناقشة، هل يتناسب طردًا يتناسب عكسًا، فبالتالي. نعم. مباشرة رح يعطيك الجواب. في طلاب تلجأ للحل. مثال هلأ هون مثلًا عنا لو فرضنا الستة شدة الحقل المتولد عن مركز ملف دائري يمر فيه تيار كهربائي تعطى بالعلاقة، لو هون عطينا قيمة عددية للطالب وتركناه يختار بين هذه القيم العددية. يعني كما كنت كان في ذهني مثال تطبيق عن دولاب بارلو. نعم. يعني قد يأتي خيار متعدد، على سبيل المثال تألف دولاب بارلو من قرص نحاسي يخضع نصفه السفلي إلى حقل مغناطيسي منتظم على مستوى الشاقولي للقرص، نصف قطر القرص 10 سنتيمتر، شدة التيار لمار 10 أمبير. فإن شدة القوة الكهربائية المؤثرة في الدولاب هي، طبعا لاحظ هنا نص السؤال هو تطبيق مسألة. نعم. وأعطي الجواب. نعم. فيها. نعم. بالتالي ما على المتعلم الطالب هنا في هذه الحالة أخي نزار يجب أن يسجل المعطيات كأنه. صحيح. يتعاطى مع مسألة ويحل المسألة. إذن الآلية التي يفرضها نص السؤال الاختيار المتعدد هي القراءة المتأنية كما تفضل نزار، هي تحليل السؤال إلى معطياته وبالتالي استنتاج الحل الصحيح من خلال تطبيق إن كان يحتاج إلى تطبيق، من خلال التفكير الاستقراء البسيط، ويعني كما تفضل بسؤال المحرك هو يأخذ نص السؤال قال لي أنه يأخذ طاقة كهربائية، طب الطاقة الكهربائية التي يأخذها إلى ما تتحول؟ هو يعرف أنه سيحصل من خلال هذه الكهرباء على حركة وبالتالي إلى طاقة ميكانيكية، طاقة حركية، وببساطة شديدة في دولاب بارلو التحول إلى طاقة حركية. نعم. بذلك يعني المسألة كنا نعود إليها، يعني هي تطبيق قد تمكن، أنا أتوقع قد تمكن منه، لكن ما يهم المتعلم، ما يهم الطالب، هنا فينا جديد أن تحتوي زمن. نعم. نعم. هنا يعني يطلب الاستطاعة في الطلب. نعم. الثاني. نعم. لنكمل أخي زياد، أخي زياد تفضل. إذن الطلب الثاني المطلوب كانت بالصف كانت أسئلة الدرس. نعم. هون قيمة العمل الذي تنجزه هذه القوة. إذن العمل. نعم. العمل الذي تنجزه هذه رمز القوة. العمل W يساوي إلى F يساوي إلى F مضروبة بدلتا X. الF كانت 0.4 نيوتن. 0.4 نيوتن المسافة. نعم. المسافة التي انتقلها هي عبارة عن 20 سنتيمتر. إذن 0 فاصل عفوا 2 سنتيمتر تنتقل مسافة 2 سنتيمتر. إذن 0.02 2 على 100 يعني 0.02 3 أرقام إذن يعني 0.008 0.008 جول. نعم. طيب يعني يبدو أن قدر هذه المسألة أن تنتظر معنا قليلا، لكن لن أجعل علي ينتظر. علي مساء الخير يا علي. مساء النور. كيفك يا علي؟ الحمد لله. تفضل يا علي، شو سؤالك؟ بس في درس التحريض الكهربائي. نعم. أنت بيكون القطبين متشابهين وأنت بيكونوا متعاكسين.
طيب يعني عندما نقرب مغناطيس من وشيعة مغلقة أو طرفها موصولان بمقياس ميكرو أمبير أو ميلي أمبير، وعندما نبعد، طيب تابع هذا تساؤلك مع زياد. أخي زياد تفضل. إذا لو بتتابع معي على الشاشة، عندك كهرباء يا علي؟ إيه. يلا تابع مع الأستاذ على تفضل. في سؤال تاني بعد إذنك. شو اللي بين ماك؟ أخذ السؤال اللي بين ما أحضرت له. في سؤال تاني يا علي؟ إيه بس أنت كمان بيكون شمالي وأنت بيكون جنوبي. إيه خلاص. تماماً. إيه تماماً. نفس الشيء. تمام. تابع مع طلع الأستاذ. هون لو بناخذ ال. تفضل. لاحظ هون عنا وشيعة. ما هيك؟ وهي عبارة عن دارة. أنت معنا يا علي؟ إيه. تابع مع الأستاذ. هلا هون عندنا نحن المغناطيس، المغناطيس نحن نقرب القطب شو هاد؟ شمالي، ما هيك؟ فنلاحظ ماذا؟ طلع هون سوف يبدأ في الوشيعة مرور الكهربائية مرور تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي عندما يمر في الوشيعة يتولد عنه حقل مغناطيسي، فبالتالي هذا الحقل المغناطيسي سوف يكون قطبه الشمالي يقابل القطب الشمالي للمغناطيس المقرب. تمام؟ ما السبب؟ السبب انه انا عندما نقرب المغناطيس لقطبه الشمالي خطوط الحقل المغناطيسي تخرج للمغناطيس من القطب الشمالي باتجاه القطب الجنوبي، فبالتالي سوف يتغير تدفق الحقل المغناطيسي من خلال هذه الوشيعة، من خلال هذه الدائرة. تمام؟ فسوف يتولد فيها تيار متحرد ينتج أفعالا تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه، فمعناته سوف يعمل على تقليل من عدد خطوط الحقل المغناطيسي التي سوف تتدفق من خلال المغناطيس المقرب. كيف يفعل ذلك؟ بأن يجعل وجه الوشيعة المقابل له هو عبارة عن قطب شمالي، فيحدث تدافع بين وجه أو الحقل المغناطيسي الناتج عن الوشيعة والمغناطيس المقرب. واضح؟ واضح. طيب هلأ بالعكس، هلأ شو رح نساوي؟ رح نبعد القطب الشمالي. تمام؟ عندما نبعد القطب الشمالي، هلأ هون بدك تنتبه علي، هون واضحة أكثر الخطوط، انتبه علي هلأ هون قربنا لك، هون الخطوط واضحة أكثر، خطوط الحقل المغناطيسي هون عم تزداد من خلال وجه الوشيعة الموجود قدامي هون، فبالتالي سوف يتولد فيها هالتيار اللي شايفينه هون بالنقطة الحمراء، فينتج عنه حقول تعاكس الحقل المقرب، تعاكس هذا الحقل فيتشكل لدينا وجه شمالي. هلأ أنا شو بدي أعمل؟ بدي بعد هذا الوجه الشمالي، فطبعا هون لاحظنا مرور التيار المتحرك. الآن عملية الإبعاد، عندما نبعد شو بده يصير بعدد خطوط الحقل المغناطيسي؟ شو بده يصير يا علي؟ بده يقل، ما هيك؟ عندما ينخفض عدد خطوط الحقل المغناطيسي سوف يتولد تيار يعمل على زيادته، فعندما يتولد هون هالتيار سوف يولد خطوط حقل مغناطيسي لها نفس جهة خطوط الحقل المغناطيسي الذي حرض التيار، فيكون لدينا الوجه هون عبارة عن وجه جنوبي ليعمل على جذب المغناطيس ومنعه من الابتعاد. في كلتا الحالتين سوف يمر لدينا تيار متحرك في الدارة، في كلتا الحالتين سوف يكون هذا التيار ينتج أفعالا تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. واضح المثال يا علي؟ لاحظ علي، أنت عم تحكي لي حسب قانون لينز. نعم علي تمام. قانون فاراداي نفس قانون لينز بس أنه غير، لا قانون فرداي بيقول لك على تولد التيار، قانون لينز بيقول لك كيف لازم تكون جهة التيار. علي ايه عرفت علي؟ ابني القوانين في درس التحريض هني عندنا قانونين، هما قانون فرداي في التحريض. شو بيحكي هذا القانون؟ على ماذا ينص يا علي؟ يتولد تيار كهربائي متحرك في دالة مغلقة تماما اذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها. برافو احسن. ويدوم هذا التيار الكهربائي ما دام تغير تدفق المغناطيسي مستمرا. حلو كثير. طيب لما انا عم اقرب مغناطيس من وشيعة، ايه شو عم بيصير بتدفق خطوط الحقل المغناطيسي بالوشيعة؟ عم يتغير تدفق المغناطيسي. يتغير، احسنت، يتغير. هل هو يتغير بالزيادة ام بالنقصان؟ زيادة.
لا بزيادة. برافو أحسن. طيب هون بيجي دور لينز، شو بيقول لك لينز؟ تكون جهة التيار الكهربائي المتحرك بحيث يولد أفعالا مغناطيسية تعكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. طيب شو عكس الزيادة؟ نقصان. كيف ينقص؟ إذا دافعوا تنافروا أم تجذبوا؟ بالتنافر أم بالتجاذب نقلل من التدفق؟ لا بالتجاذب. عفوا؟ إذا نقلل معناته بالتنافق. تنافر أحسن. إذا لتقليل هذه الزيادة يتولد قطب يماثل القطب المقرب ليعاكس، لذلك نحن قربنا شمالي سيكون القطب المقابل في الوشيعة الشمالي، وقربنا جنوبي سيكون قطب جنوبي. طيب بحالة الإبعاد شو عم بيصير؟ يتغير التدفق أحسنت، لكن تغير بالزيادة أم بالنقصان؟ إذا بعدنا عم يتغير بالنقصان. بالنقصان. شو عكس النقصان يا علي؟ زيادة. وإن شاء الله علاماتك بتكون كاملة وبتزيد لآخر شيء. في عندك تساؤل تاني يا علي؟ لا يسلم. شكرا لاتصالك يا ابني. إذن أستاذ بشار كطالب فضل. عند التقريب يتشكل قطب مماثل، وعند الإبعاد يتشكل قطب مخالف. أنا كطالب تاسع أساسي. نعم أكيد. يعني نحن يعني هذا الكلام هو القاعدة التي سيخلص إليها المتعلم تلقائيا، يعني لكن حقيقة أكبر من عمرنا، لأنه يعني تساؤلات يعني ثالث ثانوي كلهم ثالث ثانوي ما يسألوا، أنت بدك تجاوب ونفرض ذهنية الطالب ثالث ثانوي. صدقا يعني أنا اليوم في ندوة اليوم جدا في غاية السعادة لها لنوعية التساؤلات التي تطرح. صحيح. يعني هي أسئلة تثير، هذا يدل على شيء، يدل على أن فعلا الكتاب أو المنهاج المطور هو قد زرع بذورا للتفكير الصحيح العلمي الممنهج في أذهان أبنائنا الطلبة، وهذا ما نبتغيه. يعني لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت لنكمل حل المسألة أخي نزار، وقد قاطعناك بها كثيرا مرارا، يعني سامحنا. فقط طلب واحد، الاستطاعة. القانون الذي يعطي الاستطاعة بي تساوي إلى العمل على الزمن اللازم للإنجاز على دلتا تي سجلناها. نعم العمل كان 0.008 والزمن 20 كان 20 ثانية مو؟ نعم 20 ثانية. إذن 0.0004 واحدة 2 ثانية. والله بعتذر 2 ثانية بس معلش، لو كان 20 ثانية لا منظبط ما في مشكلة. 2 ثانية بيروح صفر عندي بس. يلا نعم. إذا لو قعدنا العمليات الحسابية 0.008 على 2 بيطلع عندي 0.004 واط. نعم. وهي واحدة قياس الاستطلاع، الواحدة التي تقاس بها الاستطاعة الميكانيكية. يعني هنا يعني يلفتني أن قوانين ميكانيك هي وردت معه في الصف السابع الأساسي وفي الصف الثامن الأساسي، وبكل الحالات هو يعرف أن العمل هو قوة في انتقال، ويعرف الاستطاعة هي عمل على زمن، وهي قوانين تستخدم في الميكانيك ويستخدمها في الميكانيك، ويجد أنها تستخدم أيضا في الكهرباء ذاتها، وبالتالي القوانين قوانين فيزياء تطبق أينما كان. على كل يعني لم يعد لدينا وقت، ندوتنا لهذا اليوم انتهت. أعزائي الطلاب، أعزائي المشاهدين، قبل أن أودعكم اسمحوا لي أن أودع ضيفي الزملاء الأساتذة نزار شاش موجه اختصاصي تربية طرطوس، زياد رحمون المدرس في تربية طرطوس، أهلا وسهلا بكما. أشكر كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في ندوة لاحقة إن شاء الله.